وجهت نقد شديد للاتحاد الافريقي لتعيينه نانت الحكم الكاميروني. وادي الكره في منتهى الخطوره في منتهى الخطوره وهدف في منتهى الخطوره وهدف اللاعب ايزيتشال ندوسال المهاجم التشادي القادم والوافد الجديد للافريقي التونسي بيحرز اولى اهداف اللقاء في توقيت صعب ومدرجات ملعب رادس بتشتعل باحراز الهدف الاول لمصلحه الافريقي. ادي الكوره على طول ملعوبه من عند كريم العواضي خدها بشكل جيد واخترق ولعب كره على طول على راس المهاجم التشادي ايزيتشال علشان يحرز اولى اهداف هذا اللقاء ويتقدم الافريقي بهدف مقابل لا شيء.